عندما ترى نجم كرة القدم سيرجيو راموس يشعل نيران الحماسة لدى مشجعي ريال مدريد بقطعة قماش أرجوانية على طريقة مصارعي ثيران، تدرك مكانة ذلك التقليد في قلوب الشعب الإسباني. وحينما يجسد الفنان الإسباني فرانسيسكو دي غويا قبل 3 عقود حلبة المصارعة في سلسلة لوحاته لا توروماكيا ويتغنى بها الشعراء وتنسج من أجلها سطور الروايات، تعلم حينها صعوبة القرار الذي اتخذته وزارة الثقافة الإسبانية بإلغائها المسابقة الوطنية لمصارعة الثيران، وهو تقليد وطني سنوي ينتهي بحصول الفائز على شيك حكومي بقيمة 30,000 يورو. انقسم الإسبان بين مؤيد ومعارض للقرار، فالمعارضون يعتبرون التقليد فناً وهوية وطنية، بينما يرى المؤيدون لقرار وزارة الثقافة أنه مشبع بالعنف وينتهي بموت الثوري أو المصارع. وعلى هذين الرأيين انقسمت الأحزاب السياسية في البلاد منذ عام 2018، فاليمينيون يعتبرون مصارعة الثيران ثقافة يحميها القانون، وهما الحزب الشعبي وحزب فوكس. أما اليساريون المتمثلون بالحزب الاشتراكي وحزب بوديموس فيعارضون تلك الرياضة ويعتقدون أنها وحشية لا مكان لها في إسبانيا الحديثة. وهذا الرأي الذي تبنته وزارة الثقافة التي رضخت للواقع الاجتماعي والثقافي الجديد مع تزايد المخاوف بشأن منظمات حقوق الحيوان وانخفاض نسبة الجمهور، حيث يعترض الكثيرون على دفع الأموال العامة كجائزة مقابل هذا التعذيب الوحشي. بالنسبة لآلاف المثقفين والفنانين والشعراء والأدباء الإسبان، تعتبر مصارعة الثيران بمثابة نافذة إلى روح إسبانيا وشعبها، حيث تطلق عليها عبارة الرقص مع الموت، وارتبطت عبر الأيام مع موسيقى الباسو دويلي المثيرة للشجن والحماس. الماتادور هو لقب مصارع الثيران، حيث يرتدي ألواناً زاهية عالية الجودة ويحمل قماشة حمراء أو أرجوانية ليثير بها غضب الثور قبل أن ينهي حياته بسيف طويل، مستهدفاً شريانه الأبهر أو رئته، ويعتمد في تحضيراته غالباً على 6 مساعدين. يختلف المؤرخون على بداية مصارعة الثيران، فمنهم من يرجعها إلى عصور ما قبل التاريخ، بينما يربطها بعضهم بالعصور الوسطى أو بداية الحكم الإسلامي للأندلس. ويعتقد أن أول مصارعين محترفين لتلك اللعبة في شكلها الحالي عاشا في بداية القرن 18، هما خواكين كوستياريس وبيدرو روميرو. ويقال أن روميرو وحده قتل 5,600 ثور خلال مسيرة استمرت 28 عاما. تغير شكل اللعبة على مر الزمان، فقد كانت سابقا تعتمد على إعداد الثور عبر إهاجته وإغضابه ثم قتله بضربة سيف واحدة. لكن في بداية القرن 20 أحدث الماتادور الإسباني خوان بيلومينتي ثورة في مصارعة الثيران، حيث أصبح نجاح المصارع يكمن في إطالة مدة المصارعة في الحلبة وقدرته على مراوغة الثور والتحكم فيه عبر القماشة الحمراء ثم السيطرة عليه قبل الضربة القاتلة. لمصارعة الثيران سجل أسود في تاريخ إسبانيا، حيث أدت لمقتل مئات المصارعين. فقد أورد كتاب وثائقي ألفه ألكسندر فيسك هاريسون أن ما لا يقل عن 533 مصارع ثيران لقي حتفه في حلبات المصارعة بين عامي 1700 و2011. وقد لا تكون السجلات كاملة كما يقول الكاتب، وقد ارتفع العدد عام 2017 بعدما توفي الماتادور إيفان فاندينيو متأثرا بنطحة ثور في إحدى المسابقات المقامة في فرنسا. المثير في الأمر أنه رغم تحريم مصارعة الثيران عبر تاريخها من قبل رجال الدين المسيحيين، إلا أن الاتحاد الأوروبي صنفها كنشاط محمي تحت عنوان الثقافة الوطنية، ولا تحتكر إسبانيا تلك المباريات، بل يمارسها الهواة في البرتغال وجنوب فرنسا والمكسيك وبلدان أخرى في أمريكا اللاتينية. ولربما جميع هؤلاء من أصول إسبانية يتفاخرون بثقافتهم الوطنية الأم. صحيح أن وزارة الثقافة ألغت المسابقة الرسمية لمصارعة الثيران، لكن ذلك النشاط سيستمر في نطاق شعبي ضيق، وربما ينحصر ضمن طبقة النخبة
التي ارتبطت بها تلك المباريات عبر التاريخ، حيث كانت تقام حلبات المصارعة إحياءً لحفلات الزفاف الملكية أو الاحتفال بمناسبات النبلاء والأثرياء الخاصة.